طبعا في نمبر 1 هقول did you go shopping last weekend. لوجود last weekend سألنا did you. نمبر 2 أمل have you got a new jacket. بقول no I haven't. طالما عندي الجملة أولها have أو has بجاوب برضو بhave أو has أو haven't أو hasn't فهقول هنا no I haven't. نمبر 3 محمد حسام what music he like. بقول he likes. محمد حسام تمام. يلا يا لينا لينا حضرتك سي what music he like. بقول he likes. what does ويبقى what music does. بسأل ب does ألاقي في الإجابة الفعل اللي آخره s يبقى what does. number 4 يلا يا كريم did you to the park. go طبعا عندي did فاعل مصدر يبقى did you go. عبد الرحمن no what do you think is on the island. how هنا هقول how do you think. How do you think is on the island? ملهاش معنى. ملهاش معنى. أمل. Who do you think is on the island? تعتقد مين اللي موجود على الجزيرة؟ يبقى اسمها who وليست how. نمبر 6 شريف do you like fruit. ها هقول وين ولا هو ولا وات ولا واي. وات هقول لك وات do you like fruit. ماذا تحب فاكهة اسمها واي. هنا الانسر طبعا واي do you like fruit. لماذا. نمبر 7 عبد الرحمن how do you go swimming. قال twice. how ايه often. how often. يلا يا مصطفى بقول نقط زير a cinema. نقط زير a cinema. مصطفى did. يا مصطفى زير a cinema زير a boy زير a jacket زير مفرد. Is يا مصطفى is there a cinema. Is there a cinema. هل يوجد. number 9 كمال بقول you like fruit. وعد do you like do you like fruit. number 10 كريم your friend got. your friend got. شريف have you seen شريف مامي سي ها نمبر 10 لحظة سي does. يا انا امال انا بقول ايه من ساعتها يا شريف. عندي مين دي يا شريف. مين ده ايه you. got يبقى عندي have you has got يبقى بسأل يا هابي هاز هاز عشان عندي هنا your friend يعني هي يبقى has your friend got. has your friend got. آخر جملة يلا يا وعد you told بيقول yes I am are you yes I am. تعالوا نصحح can she swim بقول yes we can. هنا الصح ايه يا عبد الرحمن. Yes, she. Number 2. كريم. بقول where do you come for to school? قال لي by bus. يبقى هنا أسأل بإيه؟ كريم.
كريم مالك؟ باي باص يبقى بسأل بهاو. باي يبقى هاو. نمبر 3 do you likes jazz؟ صح هنا ايه يا مصطفى؟ مصطفى لينا like بس قلنا do أو does بعدها مصدر. do أو does بعدها مصدر. نمبر 4 يا كمال. كمال مش موجود. طيب يلا يا شريف. Are you happy? Are you happy? No, I am. No, I am not. No, I am not. No, I am not. Number 5 يا وعد. Yes, I haven't got. Yes, I have. أمل. Does you play chess? Do. Do you play? Number 7. يلا يا كريم. Why old are you? How old are you? Number 8 يا شريف. Whose car is your? بيقول لي the black one. The black one. ها؟ قول اللي انت قلته ايه؟ Which صح. Which car is yours? Which car is yours? Which car is yours? وزود لي اس هنا اهوت. نمبر 9 how many is the blue jacket؟ صحح يا امل. how much is the blue jacket عشان اجاوب باي money. النقطه الاخيره يلا يا لينا. How color do you like؟ بيقول لي blue. What؟ ممكن what color do you like؟ وكمان which color do you like؟ What color do you like؟ اوكي هنا اقدر اسال بwhat او which. تمام؟ انما في بعض الاسئله بتكون دايما what color. لما بسال عن لون حاجه زي what color do you like؟ النوع اللون اللي انت بتحبه ايه؟ فانت بتقول له I like blue مثلا او I like green على حسب. يبقى اقدر اسال بوات او ويتش هنا في الجمله دي. وات او ويتش. هروح بعد كده لبيج 43. تعالوا نكمل مع بعض القطعه ده. هي نمبر 1 عبد الرحمن. ايجيبت هاز ا لوت اوف ميوزك. اسمها ايه ميوزك اللي موجوده في ايجيبت؟ ها تراديشنال ميوزك. نمبر 2 لينا. ذا اود از سيميلر تو ذا ايه. العود مشابه لإيه؟ جيتار. نمبر 3 كريم. What styles of music you like؟ Do you like؟ Do you like؟ نمبر 4 يا أمل. Marvin Allstar is a not musician. Famous musician. نمبر 5 يا شريف. I don't like rock. ميوزك اسمها روك ميوزك. روك ميوزك. عندي بعد كده طبعا الاكسرسايز اللي على الدرس ده لبيج 45 وكمان 46. اوكي اوكي ها اوكي نجهز بكلمات الدرس الاخير كمان. كفاية درس ونرجع نتأخر بعد كده. ماشي كفاية درس نكملها. ها حضرتك شايف ايه؟ انا شايف ايه؟ انا مش شايف حاجة. ماشي يا ملك خلاص كفاية الجزء اللي فات ونراجع، لان طبعا في ناس في الباي باي خالص. الناس تذاكر شوية، نذاكر شوية شباب، لان احنا كده